تشريفك لينا وتشريفك بالانعكاس يكون بين احضاننا، وان شاء الله يعني تحتفظ به الى الابد وتضم اليه ان شاء الله درع الدوري ان شاء الله في السنه الجايه وبطوله افريقيا. ونتمنى لك كل خير، وفي ليله القدر احنا يعني بندعو لك وبندعو لكل الاحباء بكل الصحه والعافيه، وان شاء الله تتكرر هذه الندوه مره اخرى. انا بدعي بس في ليله هذه الليله المباركه، ليله القدر، ليله الجمعه، أن مصر تعدي بالنفق المظلم اللي احنا وضعنا نفسنا فيه. لكن اطمئناني الوحيد أن مصر المحروسة، مش كلام كده، ده ربنا سبحانه وتعالى كريم الله سيدنا موسى اتكلم مع ربنا في أرض مصر. سيدنا يوسف نبي وزير في مصر، اللي ذكر في القران سيد طبعا سيدنا محمد اتجوز مريم، واتجوز مريم المصريه، خلاص ستنا هاجر مصريه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في القران الكريم بصوره مباشره 5 مرات وغير مباشره 10 مرات. مش ممكن الوطن الغالي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه، هذا الارهاب الاسود هيأثر فيه، وهذه المؤامرات الحقيرة اللي من تركيا وقطر وأمريكا هتأثر فيه. أنا بشكر مؤسسة أخبار اليوم والأخبار، وإن شاء الله بإذن الله يمكن أول مرة كأس الحرب من الزمالك يكون عندكم، وأنا في انتظار دعوتي أنا ومحمداتي والنادي الأهلي واتحاد الكورة وكل الرياضيين النقاد المحترمين اللي بينتقدوا بموضوعية، عشان نقعد ونعمل بروتوكول في العلاقة بيننا جميعا. لأنه هذه المؤسسة العريقة لما ترعى هذا الاجتماع الهام، أعتقد بتأدي دور عظيم في رقي الرياضة في مصر. يعني خلاص.